لابته لابته وقفة شوميلة 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 يا في هذه اللحظات. ولكن عذية عذية مع الناموس، عذية بن هليل مع الصدارة، مع الشوط الأول الرئيسي. يا سلام يا سلام يا سلام يا بن هليل، الله يسعد مساك، الله يسعد مساك يا المضمر الصغير، الله يسعد مساك يا راعي عذية بانطلاقها وتحدياتها وناموسها المستحق في هذا المساء. هذه عذية تصل إلى خط النهاية بكل أمان وسلام، منتزعة الناموس هذا الشوط. الله، اللحظات الأخيرة، ظبي تتحرك ولكن عذية، عذية وظبي، ظبي ولكن عذية مع الناموس. تهانينا والناموس لمالك عذية طالب بن عبد الهادي مطالب بن علي للمركز الثاني. انتصار وعلى هذه المواصيل التي وصلت إليها مبلش حتى بر الأمان، حتى بر الأمان يسير بهذا المسار ويضيف النقطة الخامسة في رصيده، وبهذا لم يذق طعم الهزيمة. سلام مبلش، سلام سلام لعتيق بن فران، من عتيق آل بريد المري على هذا الفوز والانتصار. ينطلق ويذهب بأول الأشواط ويرسل السلامات إلى عزبة بو فران. تهانينا والمبروك لعتيق بن فران، من عتيق آل بريد المري، وبدون أي تعليمات تذكر على مبلش. ثاني المراكز مغطى لعبد الرحمن بن يوسف بن عبد الملك آل عبد الملك المركز الثالث. الخيارين الخيارين الخيارين، الأنيق الأنيق يصل مع طرفه مع المركز الثالث، لكن المركز الأول لا زالت الأمور معك يا بن نايفة. اللحظات الأخيرة، المركز الثاني الخيارين، الشرس الشرس يقدمها راشد، يا راشد اللحظات الأخيرة. الله، الأنيق 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 مع طرفه مع طرفه، اللحظات الأخيرة، روح يا بوطي، اللحظات النهائية. يا سلام يا الشرس، الشرس مع الصدارة مع المركز الأول مع طرفه طرفه يا ببطي، اللحظات الأخيرة. النايفة يتواجد مع المركز الثاني مع الذاير، لكن طرفه الشرس الشرس الشرس، الأنيق الأنيق الأنيق، ملك السيوف ينتزع الناموس المميز. تهانينا يا ببطي على هذا الفوز. يبرز في الأمتار الأخيرة، يبرز في اللحظات الأخيرة، هذا هو برزان يحمل هذا الشعار العريق، يحمل هذا الشعار صاحب الإنجازات. هذا هو مبارك بن حمد بن ترحيب بن نايفة مع هذا الإنجاز، مع هذا الناموس المسائي. الله يسعد مساك يا بن نايفة. هذا هو برزان بكل أريحية وعصاته في البطان بدون أي تعليمات بدون أي أوامر. الله يا برزان 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 مع الناموس مع هذا الشوط. سلامنا وتحياتنا نحملها على ظهر برزان لمبارك بن حمد بن ترحيب بن نايف الهاجري على فوز برزان وتحقيقه بدون أي تعليمات بدون أي أوامر. المركز الثاني يصل الرامي. في رصيدها أو النقطة الخامسة الخامسة أو الرابعة، الخطأ مني طبعا، ولكن هذه مزاحمة مع البداية مع الصدارة، تكرر الإنجازات تكرر العوايد، عاداتها الناموس والفوز. الله يا سلام عليك المحترف، وسلام يا الخرسعة، سلام سلام مزاحمة، سلام زاحمت الجميع، أبت إلا وأن تجلس مع أيضا مع الكادر الأول الحالة، خذت الكادر بروحها. فهد بن سيف بن محمد آل أبو سعيد الخيارين
نضيف انتصار آخر لمزاحمة ولرصيد عزبة المحترف. سلامي والله عليك على هذا الأداء مع الشوط الأول الرئيسي للإنتاج والمنتجين. تنتصر مزاحمة وتنتزع نقطة هذا الشوط. هنيالك على هذا الإنتاج الطيب وعلى هذا الناموس الكبير. تهانينا وألف مبروك يا أبو سيف على هذا الانتصار المركز الثاني. المنتجين الله 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 المركز الأول مكلف مع الصدارة مع المقدمة مع الصدارة مع المقدمة. القحطاني قادم مع المركز الثاني لكن الخيارين 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 الخيارين, الخيارين. يا سلام يا الخيارين 10/10 يا الخيارين. أهنيك أهنيك على هذا الفوز وعلى هذا الانطلاق المميز مع هذا الأداء الرائع والجميل. أسعد الله مساك وين ما يسكن راعي مكلف على هذا الفوز وعلى هذا الانطلاق في رصيد هذا البعير. 6 أشواط رئيسية هذا هو مكلف. بينما المركز الثاني من أحل وصيفا على ناموس هذا الشوط هو من شندي من السودان. الله يا السلام تنطلق مع البداية بإنجازات عملاقة بإنجازات كبيرة. خالد بن محمد بن خالد بن عبد الله العطية مع البداية مع الصدارة مع مفيدة. ولكن الأسماء انطلقت الآن انطلقت حضور وانطلقت أيضا وانطلقت الواصلة الواصلة وحضور. ولكن مفيدة مفيدة بكفتها المليئة بالترشيحات. سلام العطية سلام سلام المشاغب سلام سلام لأهالي شندي لأهالي شندي السلام من ميدان التحدي من دولة قطر. نبعث السلام على متن أيضا الخطوط الجوية المفيدة إلى أهالي شندي وإلى السودان. سلام أيضا سلام العطية سلام سلام مفيدة سلام. سيارتين في الرصيد و4 أشواط رئيسية راعية العوايد ما تخلي عوايدها. سلام يا مفيدة سلام. إنجازات ينطلق مع الصدارة. حافظ يا بن هليل حافظ يا بن هليل حافظ يا ابو طالب على هذا الانطلاق المميز. انطلاقة المستشار 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 محسوب مع المركز الثاني مع المركز الثاني محسوب للربيح للربيح بن فراج بن جار الله العجمي. اهالي ميدان الشهيد يتواجدون وينطلقون مع المركز الثاني لكن المستشار روح المستشار انطلق المستشار روح المستشار. ركز ابو طالب ركز ابو طالب محسوب مع المركز الثاني محسوب. يمغير ويمر مرور الكرام يعبر الى المركز الاول يعبر الى الصدارة ينطلق محسوب 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 وهذا الاسم محسوب. وانتظر هذا حين